أعلن وزير الآثار خالد العناني اكتشاف مقبرة تحتوي على بناء جنائزي يضم ورشة للتحنيط والدفن، فضلا عن مجموعة من الأواني الفخارية الأثرية التي تعود للقرن السابع قبل الميلاد. المزيد في التقرير. في منطقة لم تمسها معاول المنقبين والأثريين منذ عام 1900 بمنطقة جبانة سقارة، نجحت البعثة المصرية الألمانية في التوصل لكشف أثري نادر من نوعه بعد عام وأربعة أشهر فقط من بدء عملية البحث. في بداية مارس 2016 كوننا فريق مصري خالص، وفي بداية 2017 بدأنا نضم عناصر من ألمانيا وعناصر من أمريكا وعناصر أيضا من فرنسا عشان يبقى تيم في الغالب الأعم هو تيم دولي معظمه مصريين. في الحقيقة كان لنا كلنا فلسفة واحدة، وهي أن الآثار المصرية بتحتاج في الفترة الحالية مرحلة تانية من إعادة التسجيل. الدوكيومنتيشن بتاع الآثار المصرية هو أهم شيء إحنا بنؤمن به. الكشف الأثري الجديد عبارة عن بناء جنائزي ضخم، حيث كانت تجرى عمليات التحنيط والدفن في القرن السابع قبل الميلاد، ويقع في مجموعة آبار يصل عمقها إلى 30 مترا. البعثة أثناء عملها في أبريل ومايو الماضي اكتشفت بير جديد لأول مرة ما كانش معروف قبل كده، اللي هو حضراتكم نزلتوه النهاردة، لو عمقه 30 متر تقريبا. البير ده لقوا فيه حوالي 35 موميا لغاية دلوقتي، خمس توابيت حجرية، في أربعة لسه مغلقين لم يتم فتحهم، فتحنا واحد بس لقينا فيه سيدة، لقينا تابوت خشبي، لقينا لسه بقايا ممرات تؤدي إلى آبار ودفنات أخرى. ويتضمن الكشف الأثري الأدوات الفخارية التي كانت تستخدم في عملية التحنيط وقناع فضي مذهب نادر، مما يؤكد نوعية ما تم التوصل إليه، ويمثل امتدادا لما تم الكشف عنه في وادي الملوك بالأقصر عام 2006. لم ينتهي العمل في هذه المنطقة ولم ينتهي العمل في هذه المقبرة، هناك سدات لم تفتح، هناك توابيت حجرية لم تفتح، وهناك تماثيل لم يتم الإعلان الكشف عنها بعد لأنها موجودة داخل الدبري داخل الرديم. لكن تقريبا أقدر أقول حوالي 1500 تمثال أشبتي من الفايانس، حاجة رائعة جدا من الحفظ. هنلاقي برضو حاجات الأواني الرمزية الداخلية. العمل ما لم يتوقف. مع كل يوم يمر هناك جديد يؤكد على حضارة عظيمة قامت هنا على أرض مصر، هذه الأرض المباركة التي بدأ منها التاريخ وعلمت البشرية.